بن جدة رجعت مرة ثانية تسأل سؤالها الأول، أكثر عضو أو مشرف قريب على الكابتن بالمنتدى؟ كل الأعضاء قريبين بصراحة، يعني ما أحب أقول الكلام هذا مجامل ولا رياء، كل الأعضاء اللي في المنتدى قريبين جدا مني، لدرجة أنه أنا هذا موجود قدامكم جاوب لأنه يهمني أنه أجيب على أسئلتكم بصراحة. إلا الموضوع زي ما أنتم شايفين تعب وقلق وقروشة، ولكن تستاهلوا أنه أنا أجاوب على أي سؤال تسألوه لأنكم قريبين. أما إن كنت تقصدوا من أقرب شخص كسكنا أو معرفة، يعني أظن أنه العري السعودي النمر السعودي فهد الزهراني. السؤال الثاني، تغييرات تتمنى أن تكون بالمنتدى؟ وجود أعضاء يساعدوا أو يكتبوا مواضيع تنشر الفن بدل المواضيع التي فلان قال فلان فعل وفلان ما أدري إيش، فهو أعضاء يكونوا ينشروا دراساتهم ومنتدياتهم في قرية النينجا، هذا هو اللي أنا أتمناه. طيب سؤال بن جدة رقم 3، كمدير عام للقرية ما رأيك بخصوص نشاط المنتدى هذا العام؟ أحسن من العام الماضي تقريبا. سؤالها الرابع، ما هو رأيك بأداء المشرفين ومراقبين المنتدى، وهل تعتقد بأن هناك تقصير من بعض المشرفين أو المراقبين؟ طبعا. خامس، ماذا تفعل أول ما تدخل المنتدى؟ تتوجه إلى الرسائل أو إلى قسم معين أو إلى لوحة التحكم؟ على قسم الطبخ، تعلم طبخة جديدة. على سؤال وجواب، أشوف إذا كان في سؤال ممكن أجاوب عليه أو شيء، أو إذا عندي فيديو أو أي شيء مشهد جديد، لأنه معظم الشباب هذه الأيام صاروا يراسلوني أضيف 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 ضاع أنشر أنشر وأضيف، صرت أحاول قد ما أقدر أدخل وأضع لهم رابط فيديو جديد. أو طبعا الشباب ما بيقصروا على فكرة، معليش هيثم اللي جالس يرفع الفيديوهات لكم يعني كحقوق، يعني عشان لا ناكل حق هيثم اللي يرفع المشاهد لكم يوميا على اليوتيوب، على فكرة هو هيثم وريان المغربي وليس عبد الله ماينر. أنا أحاول أنه أنشر الروابط اللي رفعوها من صفحة، رغم أنه حسابي على اليوتيوب صحيح، ولكن هيثم وريان أخواني، فبالتالي هم يملكون الباسورد والعضوية عضوية ماينر في اليوتيوب، فيرفعوا اللي يرفعوه واللي تشوفوه. طيب سؤال بن جدة السادس، هل تزعجك كثرة الرسائل بالبريد الإلكتروني أو على الخاص؟ لا لا تفكروا أنه أنزعج، أنا أبدا ما أنزعج، ولكن أنزعج من حاجة واحدة، لما واحد يرسل لي رسالة في العصر وبعدها يرسل في المغرب وبعدها يرسل في العشاء يقول ليش ما ترد علي، أوكي؟ وبعض الناس يرسل رسالة حب وإعجاب وأنا بالفعل ما انتبهت لها، وبعدها بيومين يطفش إنه ما ردت عليه ويبدل الكلام هذا كله بسب، أوكي؟ بغض النظر إنك يعني تسبني أو ما تسبني، بس كل اللي أطلبه منك إنه يكون عندك شوية تقدير. يعني الناس كلهم مهم جالسين على الانترنت زي ما تظن، والناس ما عندهم وقت على فكرة. يعني انت يمكن شفت النافذة والصورة اللي صورتها على الإيميلات اللي تجيني والإضافات اللي تجيني على الماسنجر، فقدر شوية. سؤالها السابع، ما هي المشاريع لتطوير المنتدى أكثر كإضافات أقسام أخرى؟ ما هي المشاريع لتطوير المنتدى أكثر كإضافات أقسام أخرى؟ والله أظن أخطاء، أنا أفضل أنها تجي منكم أنتم يا مشرفين، لا تعتمدوا على عبدالله ماينو في هذه المواضيع. وراح تضيف موضوع خيالي، طيب لو دخلت يوم من الأيام المنتدى وشفت صار عليك انقلاب والكل انسحب من المنتدى، ماذا سيكون شعورك مع ضحكة؟ طيب أنا اللي أضحك الحين، إن شاء الله ما يجي اليوم هذا، لأنه بجد بجد يعني بكل أمانة، زي ما أقول what you see is what you get، اللي تشوفه في عبدالله ماينر هو هو عبدالله ماينر وما حيتغير بالضبط، يعني لا حنقلب ولا حسوي أي شيء، مهما أسأته مهما سبيته مهما سويته انقلاب حبقى زي ما أنا، أبدا زي ما أنا، أوكي؟ يعني إن أعطوني كلام حلو لسان حلو يا سلام وشكرا من القلب وأنا مقدر وبجد على راسي، إن كان انقلاب وإلى آخره من الكلام والسب واللعن واللي بيصير يوميا في بعض المنتديات والناس اللي تهجمون على عبدالله ماينر I don't care، ما اهتم.
هذه كانت نهاية أسئلة من جدة. أوكي. الأخ رفعت يقول لك: كابتن حدثني عن نفسي وعن أي شيء تراه فيني. حدثني عن نفسه وعن أشياء تراها فيه وعن سلبياته والأشياء التي تزعجك اتجاهه. رفعت. رفعت. طيب. ما أعرف إيش أقول لأنه أنا ما أعرف رفعت على من خلال المنتدى فقط. ولا أقدر أحكم عليك بشيء ولا أقدر أقول لك لأنه أنا لازم تعرف قانون عبدالماين أنه عبدالماين ما رأى حقية بأن يحكم على أي إنسان أبداً أبداً أبداً. الحكم لله وحده. أوكي. سواء كانت فيك صفات حلوة أو غير حلوة. ولكن أنظر للمراية وشوف المراية إيش تقول لك. هذه 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 كشكلية. الشيء الثاني خذ معليش على الخيال الواسع يعني. شوف ايش تقول لك الحيوانات او ايش تقول لك الكائنات الحيه. يعني هل انت قد اشفقت على حيوان؟ هل قد اعتقت حيوان؟ هل قد صرفت من ميزانيتك على حيوان او على كائن حي؟ هل انبت شجره؟ هل اسقيت شجره؟ هل فعلت الامور هذه؟ ان رايت ان تقوم بهذه الاشياء فاعرف انه هذه الاشياء كلها تشكرك، فانت انسان رائع. وان لم تفعل في هذه الاشياء انا ما الومك ولا اي شيء، ولكن هم من يلومك لانك مقصر في حقهم. السؤال الثاني: بماذا تنصحني عن أشياء تعمل بها أنت لكي أعمل بها أنا في يومي وحياتي وكل شيء؟ 2011، نهاية 2011 ما بقي شيء، ما بقي شيء يا رفعت، كل شيء ظهر. صلي، ابتعد عن أي شيء يسيء بحياتك. إن كنت تدخن فاقلع، إن كنت لا تصلي فصلي، إن كنت محارب بعض الناس فصالحهم، إن كنت وإن كنت وإن كنت فسعى لفعل الخير. ما بقي شيء يا رفعت. أوكي. ساعد واحفظ الله يحفظك فقط. أما أنك تهمل فتأكد أن الله يمهل ولا يهمل. نهاية كلامه كانت مجموعة من الأدعية و وبيطالة عمرك وحسن معاملة إلى آخره، وكاتب في النهاية: معلم عبدالله ماينور هو حياتي وبدايتي ونهايتي. لا معليش، سوري يا رفعت، رغم أنه كلام حلو في حق عبدالله ماينور أنه أوكي أوكي يا سلام وبدق لك تحية على الكلام الجميل هذا، ولكن عبدالله ماينور هو حياتك ونهايتك هذه كلمة أنا لا أقبلها. عبدالله ماينور يقول أنه صديقك، أوكي هذه تكفي. حياتك هي حياتك ونهايتك عند رب العالمين وليست عند البشر، وليست في حب إنسان أو إعجاب بإنسان. فكر في هذه الكلمات يا رفعت. أفضل أفضل ابتعد عن الكلمات السلبية هذه ما لها داعي.